السؤال الثاني ما اعرف اليوزرات هنا، انا ما بها اسماء بس ارقام وحروف، فما راح اقول ما اعرف شنو اسمه. سأل سؤال عن عمليه فتح الحظ، تصير بالتدرج او من اول مره؟ الطريقه الكلاسيكيه قبل كانوا يتبعوها المدربين، اللي هو انه اول مره يقعد اللاعب ايش قد يقدر يفتح، اقصى درجه يقدر يوصلها، ويخلي وزن او يخلي واحد فوقه وينزل يفتح. هنا راح يصير عنده تمزقات، وراح يصير عنده كميه الم فظيعه، وممكن يترك التدريبات. الطريقه كلش خاطئه. الطريقه الحديثه المسنوده بادله علميه ونظريات وتجارب، لازم انه بالتدريج، انه انت اول شيء تحمي الاوتار العضلات، يعني تسخنها، يعني تسوي حماء عالي ضخ دم، ووراها تبدي بالتدرج، ممكن بشهر، ممكن بشهرين، بثلاث اشهر، ممكن باسبوع، حسب الانسان عمره ومدى قابليته، انه قابليه عضلاته على المدى الحركي، احنا نسميه او الموبيليتي او الفلكسبيليتي. هذه الاثنين لازم ندمج نسويها بالفتح، انه انت تكون عندك مرونه ونفس الوقت عندك سيطره، انه انت توصل مرحله معينه من الزاويه وتقدر تتحمل تبقى واقف بهاي الزاويه اسبوع، اسبوع الثاني تزيد الزاويه، اسبوع الثالث وهكذا لحد ما تفتح. بس اهم شيء مو من اول مره، يراد لها تدرج بالتدريب. وراح ننشر لكم فيديوهات شلون تفتح الحوض، تدريبات بسيطه منزليه ممكن تسويها بالبيت مولد.